اهلا حبيباتي، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا اليوم مع فيديو جديد. كيف ما شفتوا من العنوان، اليوم لله غادي يكون فيديو ان شاء الله على المشتريات ديالي من موقع جديد، موقع واعر بزاف، موقع عالمي صراحه، اللي هو نيو شيك. كيف ما شفتوا من العنوان نيو شيك، هذا الموقع اللي صدمني بلا كاليتي ديالو بصراحه صدمني بلا كاليتي ديالو. هو موقع اسيوي ولا كاليتي ديالو توب دو توب صراحه. كانت هذه اول مره غنتعامل معاهم، وما تكون ان شاء الله اخر مره، لان داكشي اللي عندهم غزال بزاف. غنوريكم كلشي، راح حاطه قدامي لك، انتو كتشوفوا هنايا قدامي حاطه كاع لي زارتيكل اللي خديت من عندهم. غنوريكم حاجه بحاجه، وغنخلي لكم كل حاجه الرابط ديالها في صندوق الوصف. دخلوا ولا عجبتكم شي حاجه تلقاوها في الرابط لتحت في صندوق الوصف. وشنو بغيت نقول لكم؟ البنات راني دويت معاهم، وغادي يعطيكم واحد الكود برومو، واحد الكود ديال الخصم على كل ارتيكل 20%. هما اصلا لي زارتيكل عندهم ثمن جد مناسب. غتلقاو هنا الكود برومو، غتلقاو حتى في صندوق الوصف غنخلي لكم هو هذا كود برومو. هذا غتقدروا تستعملوه في اي ارتيكل شريتو، عندكم عليه موان 20%، ناقص 20% على كل منتوج. هذا مكان هذا الموقع هذا الصراحه. قبل ما نبدا لكم نوريكم هاد الحوايج اللي خديت من عندهم، صراحه صدموني في لا ليفريزون. كنت متوقعه وكنت كنقول ضروري ما غادي تعطل واحد شهر او لا شهر ونص، كيف ما اي موقع اسيوي اغلبيه كيتعطلوا على الاقل 21 يوم، شهر، 30، المهم 30 يوم هي شهر، المهم 40 يوم وهي غاده. كاين اللي كتوصل حتى 3 شهور باش كتوصلك لا كوموند. الا قلت لكم هادشي وصلني في ظرف تقريبا 10 ايام تقريبا، من نهار دوزت لا كوموند 10 ايام باش وصلني هادشي. تخيلوا معايا، وفي هاد الظروف اللي حنا كنعيشوها كاملين وكلشي، وصلني داكشي حتى للدار. وفي الدي اش ال عيط ليا ليفغور، عيط ليا قال لي وصلتك لا كوموند، هبطت خديتها من باب ديال الدار. يعني الصراحه داكشي زوين بزاف. وباش ما ننساش هاد لي زارتيكل هادو، حيت جبتهم اكيد وقلبت وشفت داكشي كامل، باش ما ننساش. تخيلوا معايا البنات هادشي كيفاش وصل، بيان اونبالي، عرفتوا؟ بيان اونبالي، داكشي في لومبالاج ديالو، يعني حتى شي حاجه ما جات متضره اولا واقع على شي حاجه اولا، فهمتوا؟ يعني شي حاجه مهرسه نهائيا. صراحه عندهم هاد القضيه زوينه بزاف، كيديروا لومبالاج زوين، كيصيفطوا داكشي حتى للدار. المهم باش بلا ما نطول عليكم، انا عجبوني بزاف داكشي اللي كتقيتوني كندوي عليهم بحال هكا، حيت عجبتني لا كاليتي وعجبني حتى لو سيرفيس ديالهم صراحه. اول منتوج عندي هاد الصاك هذا، مديش عليه بحال هكا، خصو حتى يعمر على اللي بان كثر. المهم هاد السويك هذا غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. معقدش على الاثمنه البنات، معقدش على كل حاجه والثمن ديالها. المهم غتلقاو الروابط لتحت، تشوفوا دخلوا شوفوا الاثمنه ديال كل حاجه، اثمنه جد مناسبه. هذا ما كان. المهم هاد الصاك هذا الكري، شوفوا معايا اختي، شوفوا هاد اللوين هذا هنا في اللور، عنده هاد العيبه دي فين كتخرجي لي زيكوتور ولا شي حاجه بحال هكا. المهم هنايا كاين ثلاثه جيوبه، يعني كبير صراحه، راه كيبان لكم هنايا صغير، راه يهز لكم بزاف. فوالا كاين ثلاثه جيوبه، نقرب لكم باش تشوفوا. فوالا وزوين فيه هاد كنقولوا لهم، المهم هاد السنسله وهاد العيبه هادي صراحه اللون ديالها زوين، شوفوا معايا عجبوني بزاف. المهم هاد الصاك هذا ديتو لو كري على هاد الشكل، ممكن تهزيه جنب كيف ما ممكن تهزيه بحال هكا. هذا زوين بزاف، هادو هما لي خارجين لنا طوندونس، كاين بزاف ديال لي سيت وهما دايرين لي ثمن زوين صراحه. عندنا هاد لي زيسبا هادو كيف ما شفتوا، فوالا صراحه والله البنات كيف ما قلت لكم لا كاليتي ديال هاد الموقع هذا صدمني لا كاليتي طوب. شوفوا معايا، غتشوفوا مازال هادي راه ملبوسه البنات، ديجا لبستها انا، راه ما قدرتش نصبر داكشي باش نشوف الاريحيه ديالها اللي شفتوا هنايا حشاكم. المهم راه ديجا ملبوسه، لبستها مره وحده، عرفتوا بحال ما لابسه والو في رجلك، خفيفه وزوينه. هادي كنصحكم بها البنات اللي كيتزيروا ليهم رجليهم في سبرديلات، وهادي غتعجبكم بزاف. وفيها هنايا ديكولور، يعني تجي لكم مع اي حاجه، هي في النوار وفيها هنايا هكا ديكولور، دونك اي حاجه لبستوها معها غتجي هي هذيك. والله شي وصلني في كارتونه كبيره، وكان كل حاجه فيها هنايا سميت الموقع ديالها نيو شيك، فوالا كل حاجه وصلت زعما كاين في هذا لومبالاج الصغير هذا، ومكتوب فيه اسم الموقع. هنا عندي هاد لي صوندال هادو، عجبوني بزاف
بزاف بزاف بزاف صراحة. هادو ان شاء الله العام الجاي دابا راسي على البحر، والعام الجاي ان شاء الله نلبسهم. ها نتوما نقدر نخلي لكم كل ارتيكل فوتو ديالو هنايا باش تشوفوه في الموقع كيفاش كيكون. واحد الحاجه حتى هي مهمه جدا، كيف ما شفتوا الصوره ديال الارتيكل في الموقع كيف ما كتوصلكم، كيف ما كتوصلكم. كاين بعض المواقع صراحه الله يسمح لهم وصافي، كتلقى الصوره في السيت شكل ومني كتوصلك شكل اخر تماما. لا هادو لا، عرفتوا نفس الصوره اللي في لو سيت نفسها اللي كتوصلك اون غيال صراحه. زعما شي اللي كنقول لكم قسما بالله البنات، زعما والله العظيم والله شاهد عليا الى هاد الموقع هذا عجبني بزاف، وماشي اخر مره كيف ما قلت لكم غادي نتعامل معاه. فوالا هاد لي صندل هادو كيعجبوني، ما عرفتش علاش كيعجبوني الصنادل اللي فيهم بحال هكا هكا في البحر في الصيف كيعجبوني هاد. المهم عندنا لارتيكل الاخر هو هاد الصاك. هاد الصاك هذا داير عليه بلانات اختي، هاد الصاك داير عليه بلانات. عندي واحد اللبسه في الغوج غادي يجي معاها خطير. هاد الصاك مبلانيه ليه من دابا معايا شغل لبسه. راه نفس ستيل ديال داك لو غري، غير هذا فيه لي كولور وهذا ينتك عاوتاني. شوف 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 خطير هذا. هذا بنات اللي عندكم شي لبسه اوني كامله يعني حمراء ولا زرقاء ولا، وديروا مع هاد لوساك حيت فيه شويه اللوينات غادي يبين لكم اللبسه اكثر. ديما الا كانت اللبسه اوني ديروا معها صاك بحال هكا فيه اللوينات كتزيد تبان اللبسه اكثر. وراه كبير البنات، راه فيه جيوبه حتى هو راه كبير، وغا كيبان لكم من برا صغير راه كيهز مزيان. هو فيه هاد العيبه هادي اللو ديال زيكوتور فالو، فيه هاد التسميطه ديال اللي عجبتني صراحه غليظه وصحيحه صحيحه صحيحه صراحه. هاد لوساك هذا توب دي توب، وتا هو على ما عقلت. مهم ما عقلت صراحه على الثمن مزيان، ولكن هذا راه ما فيتش 10 دولار. المهم هادشي كامل البنات، هادشي كله 1500 درهم، هي 150 دولار كتحب يغلط ريادك. 150 دولار اللي هي 1500 درهم هادشي كامل. وعندي عاوتاني هاد لي زيسبا هادو بحال الاخرين بحالهم، غير هادو في الكرونه كنحمق على هاد لاكولا كنت هي مبلانيه لي هادو باقي جداد. هانتوما حتى من الداخل كيجيو واو. شكون اللي ما كتحملش هاد الصوت بحال هاد الصوت هذا كيقتلني كيقتلني، ما كنحملوش كنحملش هاد الصوت كيضرني في ودنيا. المهم ها هما لي زيسبا البنات، هادو ما عمرني كيف قلت لكم لبستو، ماشي بحال الكحلين ديجا لابساهم. شوفوا البنات صراحه لا كاليتي ديال السوميله، شوفوا كيف دايره والله الا واعرين وخفاف بزاف بزاف. هادو مازال غنزيد فيهم في لي كولور صراحه حيت عجبوني، واخا ديجا عندي ولكن عجبوني. وغنوريكم واحد لي زيسبا تاع هما، اش غنقول لكم من داك الشرف من داك الشرف يا لالا. غنوريكم لي زيسبا بلاتي. شوف 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 هادو هادو خطيرين البنات، غتلقاو كيف ما قلت لكم البنات الرابط ديال كل حاجه في صندوق الوصف. فوالا شوفوا فيها هنايا هادي ستايل، شوفوا هنا مكتوبه فاشن. شوفوا معايا كيف دايرين هادو رائع. انت هادي باقا ما لبستهاش، حتى هما خفاف بحال الاخرين خفاف الاخرى ديالها. هادو زوينين بزاف بزاف صراحه، هادو حتى هما كيحمقوا. شنو باقي عندنا مازال هادشي؟ بقات عندي حاجه وحده اللي هي هاد البوشيت هذا ديال التليفون صراحه. هاد البوشيت اش نقول لكم، من نهار وصلتني وانا دايره في التليفون دابا حيدتها من التليفون غير باش نوريكم وصافي. غتلقاو حتى لا فوتو ديالها هنايا كيفاش كتبان في لوسيت باش تعرفوا كيفاش كتوصل الحاجه. شوفوا معايا وشوفوا التصويره راه نفس الحاجه، راه فريمون نفس الحاجه. شوفوا خطيره البنات هاد البوشيت بحال هكا كتهزوها بحال هكا وكتقدو تشدو التليفون في حالك. شفتوا فوالا، ولا ساليتو تقدروا ترجعوا عاوتاني لبلاصتها بحال هكا. وتا هاد لاكولور وفيها هاد الوريدات هادو حمقوني حمقوني فريمون. هاد البوشيت هادي حمقاتني وفيها بزاف ديال لي كولور، ما فيهاش غير هاد لاكولور هادي. انا حيت كيعجبني الزرق خديت الزرق، مي كاين بزاف ديال لي كولور لي انتريسي وفيهم حتى بحال دابا انا عندي ايفون اكس اس ماكس، دونك خديت الايفون اكس اس ماكس. عندكم ايفون مثلا 8 غتاخذوا الايفون 8 يعني على حسب التليفون اللي عندكم، ماشي بالضروره ايفون. مهم اي تليفون عندكم سامسونج ايفون اي تليفون. هاد البوشيت هي زوينه بزاف. فوالا كانوا هادو هما سمحوا لي سمحوا لي واش كنت غنسى لابساها وغنسى. كان عيان بدا بايل ولا ماشي مشكل، كنقول انا راه ناسي شي حاجه عاد كنقول انا كنشوف كنقول باقي نسيت شي حاجه وانا راه لابساها. الله يستر ما تديوش عليا. المهم هاد الجاكيت هادي ديال الجين كنت من شحال هادي انا باغا شي جاكيت ديال الجين تكون قصيره ما طويلاش، يكون فيها الصيفات يعني كيف ما بغيت صراحه. لقيتها عندهم وانا ناخذها بعيني مغمضين وخديتها، وكنت صراحه متخوفه كنت كنقول ما غتجينيش وغتجيني صغيره وهادي ولي طاي وهادي.
مي الصراحه عندهم فلوسيت ديالهم الجيد ديتاي، عندهم الجيد ديتاي انك كتعبري بالسنتيمتر لي زيبول ديالك، كتعبري لهنا لي مونش، المهم كتعبري كلشي كلشي كلشي، هاد البلاصه كامله كتعبريها وكتشوفي العبار اكزاكت، وكتختاري واش سمول ولا الام ولا الان، وكيجيك داكشي سيغ ميزور. يعني هاد الناس غير عبروا، ما عندكم مناش تخافوا، شوفوا تما الجيد ديتاي في اي ارتيكل وعبروا يديكم، راه كيوريكم كل حاجه فين تعبروا وكلشي، كيوريكم كلشي بالديتا. دخلوا للسيت ديالهم نيوشيك وغتشوفوا. شوفوا البنات هادي من وصلتني وجات قدي صافي، هي الاولى بديت باقل صافي شي الاخر كامل غيجيني. شوفوا معايا سمحوا لي، ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي درت مع هاد الكسيوه هادي، جات زوينه. قولوا لي ارائكم البنات في لي كومونتير كي جاتكم. ها نتوما فيها هنايا هاد الصطيفات بحال هكا، هادي فيها هاد الجويب هنايا صغيور فوالا، كيفما شفتوا هنا صغير، كاين عاوتاني واحد الجيب اخر زوينه. شوفوا البنات جاتني سيغ ميزور، فريمون سيغ ميزور. ها نتوما زوينه زوينه صراحه والله الا عجبتني هذه. هذا ما كان، هادو هما لي زارتيكل كامل اللي وصلوني من عند نيو شيك. كيف ما قلت لكم ونعاود نقولها لكم، هاد السيت هذا كوموندو من عندهم وخذوا من عندهم بعينكم مغمضين، لان الصراحه صراحه لا كاليتي كتستاهل، وكلشي شفتوا على عينيكم. وغتدخلوا تشوفوا الروابط في صندوق الوصف، غتلقاوهم كل حاجه بالرابط ديالها. وما تنساوش البنات الكود برومو اللي عطيتكم ضروري تستعملوه باش انكم تستافدوا من ناقص 20% في كل ارتيكل، غتلقاوه هنا وغتلقاوه حتى في صندوق الوصف. هذا ما كان، وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى لا يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساونيش في لي لايك، واكيد الا كنتو اول مره غتشوفوني ما تنساوش تخليو لي ابوني لتحت بالاحمر، او سبسكرايب اللي مكتوبه بالاحمر، وتفعلوا هذاك الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنحماق عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. وباش ما ننساش البنات اللي باغيين يدخلوا عندي الانستغرام، تلقاو حتى هو في صندوق الوصف، ونحاول كل حاجه من هادشي نحاول نصورها لكم ونحطها لكم في الانستغرام، ونتصور بهذا الجاكيت هذه حتى هي وتشوفوها في الفوتو ان شاء الله. هذا ما كان، كنحماق عليكم، ونتلاقاو في فيديو جاي. بيزو.